سيارات لألمانيا، تعرفت على رجل في فرانكفورت وهو رجل ألماني، لكنني أعجبت به حين حدثني إخواني عليه أو عنه بجهده وهمته وبذله لدين الله ولدعوة الله. يخرج هذا الرجل كل يوم بمنضدة بطرابيزة، وأضع عليه مجموعة من الأشرطة باللغة الألمانية ومجموعة من المطويات والمنشورات والكتيبات، تتحدث عن الإسلام بأسلوب يسير جميل، ويقف في ميدان عام وهو رجل ملاكم قديم. ملاكم ليه؟ كان على غير الإسلام ودعي ليكرم في السعودية من فترة ماضية، وفي حفل التكريم في الرياض تقدمت أخت فاضلة من أهل السعودية بحجابها وقدمت له هدية. قد لا يفكر كثير في مثل هذه الهدايا، قدمت له ترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغة الألمانية. وأخذ هذا الرجل هذه الهدية وضعها بين هداياه ولم يلتفت إليها. هو يقسم لي ويقول بعد 20 عاما وهو يرتب مكتبته وقع في يده هذا الكتاب. قال: فعدت إلى الوراء هذه السنوات وجلست على كرسي في مكتبتي وفتحت الكتاب من ناحية فقرأت تفسير سورة الإخلاص قل هو الله أحد، وقرأت تفسير سورة الفاتحة من الناحية الأخرى. قال: فوقع الإسلام في قلبي وخرجت من بيتي إلى المركز الإسلامي وقلت لهم دلوني كيف أدخل الإسلام، قالوا اغتسل، فاغتسل، ردد الشهادتين، ردد الشهادتين ودخل دين الله. وفي نفس اللحظة قال: هل عندكم شيء يتحدث عن الإسلام من الكتب والمطبوعات؟ نعم. قال: أعطوني. في التو واللحظة يريد أن يترجم انتماءه للإسلام ترجمة عملية. ونحن منذ متى وقد انتمينا إلى الإسلام ولم يفكر أحدنا في أن يشهد لهذا الدين شهادة عملية؟ فحمل هذا الرجل هذه المطويات والكتب والمنشورات وذهب إلى ميدان عام في قلب فرانكفورت، وكان الشباب والفتيات حين يرونه هم يعرفونه من الرياضيين المشهورين ينزلون إليه ليوقع لأحدهم على ما يعرف بالأوتوغراف. فإذا نزل الشاب أعطاه كتابا وهو لا يعرف كلمة واحدة، أعطاه شريطا، أعطاه مطوية. يقسم الإخوة بالله في عام واحد أسلم على يد هذا الرجل أكثر من 100 رجل وامرأة. أنا أسأل وأقول، أو 200 والله لا أذكر، أنا أسأل وأقول هذا العدد في ميزان من؟ في ميزان أختنا الفاضلة التي أعطته الهدية وهي لم تكن تنتظر أو تتوقع أن يدخل بسبب هذا الكتاب هذا العدد الهائل في دين الله جل وعلا. فما